عبرت الممثلة المصرية شيماء سيف عن حزنها الشديد على رحيل الممثلة رجاء الجداوي، وكشفت شيماء عن تسجيل صوتي للراحلة كانت أرسلته إلى بوقت سابق لتطمن عليها، وكتبت معلقة عليه: كانت صاحبتي وحبيبتي وزي أمي، ربنا يعلم محبتك بقلبي من أول يوم تقابلنا فيه، وكان تاني عمل ليا، كنت صغيرة أول ما شفتيني ضحكتي وقلتي لي أنت قلبك أبيض زي أميرة بنتي وبتفكريني فيها، وربنا هيكرمك بشغلك وهتفتكري كلامي، بس أهم نصيحة بقلك إياها هي احترام المواعيد بشغلنا، ومن يومها وأنا ماشي بنصيحتك وبقينا أعز أصحاب، ولما اشتغلنا سوا بعدها فعلا كانت أحلى أيام، كنت بروح اللوكيشن علشانك علشان ضلني معك وتحكي لي كل ذكرياتك، وبيوم فرحي عمري ما حأنسى نظرتك ليا وفرحتك بيا كأنك أمي بالضبط، وزادت فرحتي لما جيتي سكنتي جنبي وبقيتي تصحي الصبح تقليلي تعالي حالا نفطر سوا، أنا كنت بمشي من عندك آخر الليل من كتر ما كنتي ما تسيبنيش أمشي عشان قعدتنا حلوة وروحك حلوة، أنا بحبك قوي وبوعدك عمري ما هنساكي وهفضل أدعيلك لآخر يوم بعمري. بدور خالد الجداوي، أي أحد أقارب رجاء الجداوي كشف أنه عدة أفراد من عائلتهم بالإسماعيلية شرق مصر سقطوا ضحية فيروس كورونا المستجد، وقال بتصريحات صحفية أنه 8 أفراد من عائلتهم سقطوا ضحية الفيروس المستجد، ولفت 2 من طاقم تمريض الجداوي أنها كانت بتشعر بالصدمة من كثرة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاتها بحسب ما ذكرت العربية نت. وبأول تصريح لبنتها أميرة مختار وجهت تحية شكر لجميع الطاقم الطبي اللي اعتنى بوالدتها قبل رحيلها بمستشفى العزل، وعن وصيتها أكدت بنتها أنه ليس لديها أي وصية بل هي لطيفة ورقيقة ورحلت كأسلوبها الجميل. أما الإعلامية وفاء الكيلاني فقد شنت هجوم كبير على أهل الصحافة والمصورين بسبب جنازة الممثل الراحل رجاء الجداوي، وغردت الكيلاني منتقدة تصرف بعض الصحفيين والمصورين اللي بيحرصوا على تخطيط الجنازة، وقالت: الموت إلو حرمي، الميت إلو حرمي، الحزن إلو حرمي، الأساتذة الصحفيين والمصورين المحترمين اللي نزلوا يغطوا جنازة السيدة رجاء الجداوي رحمه الله ما يصحش ولا يجوز انتهاك كل هذه الحرمات ولو كان تحت عنوان حبكم وحزنكم لما فيش شك فيه. وتابعت وفاء قائلة بتغريدتها: نقل الدفن من جوا القرافة مش سبق صحفي، والتزاحم والتدافع عشان نقل حزن العائلة أيضا مش سبق، احترام قدسية الموت والوعي والإحساس بمشاعر الفقد للعائلة أسمى مشاعر الإنسانية وأكبر سبق، حتى فيروس كورونا ما تعملوش أي حساب ما يصحش.